فمن بعد البلاغ اللي خرج البارح في العشية الحمد لله كل شيء زعما كاين بالنسبه للرجوع ديالنا للعمل انني نستلفوا العمل فالحمد لله هذه كانت بشرى لينا فكان بمثابه عيد عندنا احنا فالحمد لله كل شيء فرحان كلهم الممولين ولا كاع اللي تيشتغل في القطاع ديالنا لا من موسيقيين لا من قافات لا من الكل المصورين ولا هذا كل شيء كان فرحان فهذه الحمد لله من بعد المجهودات اللي عملناها وعملوها جميع التنظيمات الاخرى انه باش انه يستنفوا العمل ومن بعد المجهودات اللي درتها الفيدرالية ديالنا فيدرالية الممولين المهنيين بالمغرب انه طرقت الابواب لا من وزاره الوصيه ولا في البرلمان اننا شفنا عده فروق برلمانيه والحمد لله الصوت ديالنا زعما كاين الصيت ديالنا وصل والحمد لله من بعد اللقاء الاخير اللي كان مع في رئاسه الحكومه مع السيد رئيس الحكومه وقلنا له شنو كاين بانه العدد الكثير اللي هما داروا فايت العدد الكثير اللي راهما ما بقى عندهم حتى شي حاجه ما عندهم حتى ولو باش يشريو كاميره واحده ما عندهمش باش انهم والحمد لله انهم تدارسوا مع اللجنه اللي هي او اللجان اللي هي مكلفه والحمد لله استجبوا لهذا مع بطبيعه الحال مع هذا داروا لنا تخفيف دابا ماشي داك الشيء اللي حنا باغينو 100% ولكن الحمد لله راه غيجي مستقبلا ومن هذا المنبر ان كنادي جميع المواطنين وجميع الممولين وكذلك المواطنين انهم يبادروا في هذه العمليه ديال التلقيح انهم يسرعوا ان كل شيء يمشي يلقح قد ما لقحنا كثير غنوصلوا لواحد النتيجه اللي هي غتكون ايجابيه والحمد لله صافي غتنطلق المسائل كل شيء ترجع للمياه الى مجاريها وكذلك اللي بغيت نقول انه بغيت نشكر الحكومه على كل المجهودات اللي كتعملها لا من سلطات محليه اللي هي واقفه على السلامه الصحيه ديال المواطنين فالعدد ديال الفيدراليه كان من الناس اللي هما منخرطين ما يفوق واحد 480 ولكن لحد الساعه حنا ما عرفناش شحال دابا مازال كاين لانه نظرا لانه هذه الجائحه اللي ضربت العالم وضربت المغرب كاين العدد كثير اللي هما راهما داروا فايت اذا حنا عاد نجمعوا الشتات ديالنا من جديد ونشوفوا الناس اللي هما مازالين في 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 القطاع ديالنا غير اللي هو اللي بغيت نقول لجميع الممولين انهم هذا كان درس لينا فهذه درس وعبره لينا فقد ما هي كانت فيها مساوئ كانت فيها مسائل اللي هي ايجابيه عرفنا المساوئ ديالها انه كي بحال دابا العدد كثير من الممولين اللي راهما ما استفدوش من هذا الشيء ديال التغطيه الصحيه نظرا انهم ما كانوش مديكلاريين في الضمان الاجتماعي فهنا تنطلب من جميع الممولين هذه فرصه باش انهم كل واحد فينا انه يتقنن يوليو مقننين يخلصوا الضرائب ديالهم يدخلوا الناس اللي خدامين معاهم يدخلوهم للضمان الاجتماعي باش اللي عنينا علينا واللي على الدوله يكون على الدوله باش بالنسبه للخسائر اللي هي ترتبت على هاد انا غنحصيها بالملايير لان بطريقه مباشره وغير مباشره كاين لانه ملي تنقولوا ممول راه ماشي غير ممول راه كيشتغل ملي تيكون عرس راه كيشتغل معاه جوق كيشتغل معاه مول الدجاج مول اللحم تيشتغل معاه نقافه اذا ملي تنقولوا نقافه راه صناعه تقليديه راه جلال راه هي بلغه راه هي مول الموسيقى راه هو دربوكا راه هي كمانجا كتشرى الى تخسرات راه مول هذا لا سونوريزاسيون كذلك ملي تنقولوا الممولين حنا نقولوا غير قرعه ديال المناضه قرعه المناضه راه فيها ديك لو ليكيد باش تصايب اذا كاين الشركه اللي تصايب ديك لو ليكيد كاين الشركه اللي كتصايب القرعه كذلك ديك لي تيكيت ديالها كاين الشركه اللي تتصايب المطبعه زائد الكولا ديالها اذا عدد كثير 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 فالى انا ما يمكنش نعطيك لو شيفر اكزاكت مي انا جبل شيفري افيك بملايير.